لم تتوقف الحكومة عن عمليات ملاحقة واعتقال المتظاهرين والناشطين في ثورة تشرين، رغم مرور 6 أشهر على اندلاعها، ترافقت مع عمليات خطف تنفذها الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية. القسم الأكبر من المعتقلين والمختطفين على أيدي القوات الحكومية وميليشياتها ما زال مجهول المصير، لتتعالى أصوات متظاهري ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بإطلاق سراحهم. حبينا أن نوقف من باب الوفاء لإخواننا المغيبين من الناشطين وكذلك السجناء العراقيين، اللي بعد ما كل أي واحد عراقي عنده معلومة بأن الكثير منهم في السجون وليس لديه أي دعوة وما مكملين دعواتهم. ومع انتشار فيروس كورونا في العراق، يؤكد الناشطون أن مخاطر إصابة المتظاهرين المعتقلين تتزايد، لا سيما مع ضعف الإجراءات الحكومية للوقاية في السجون. نطالب دول أوروبا أو الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإنقاذ المتظاهرين السلميين المدنيين التي اعتقلتهم الدولة خلال هذه المظاهرات وخلال هذه الانتفاضة، تحفظا من الأمراض أو من فيروس كورونا المنتشر عالميا. وأغلب دول أوروبا أفرغت سجونها للمدنيين اللي ما عندهم قضايا وديهم ما تطلق بالدماء وليس عليهم جرائم جنائية. أيام الاعتقال الصعبة التي يمر بها ذوي المعتقلين دون أبنائهم لا تمر دون عمليات ابتزاز بين الحين والآخر تقوم بها القوات الحكومية من أجل السماح لهم بزيارتهم، فضلا عن تهديدهم في حال فضح ما يتعرضون له على يد مسؤولي السجون. المواجهة من الروح لها، شوف يعني الضباط يبهدلونا يعني مش هالمكان، مساومات شغلات هواية وما نقدر نحكي، ومن نحكي يهددونا يدزونا أوراق تهديد، وعندي كل هذا إثباتات وين يردون يوصلون وكل هذا وما ينطون يعني عفو عام. وعلى الرغم من الأرقام التي تعلنها الحكومة ومفوضية حقوق الإنسان لأعداد المعتقلين بين الحين والآخر منذ بدء التظاهرات، إلا أن الناشطين والمنظمات الحقوقية أكدوا أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين والمختطفين والمغيبين قسرا تفوق بكثير الأرقام الحكومية المعلنة، في محاولة مفضوحة لإسكات صوت الحرية في البلاد.